لنعبر إلى الحرية والسلام. إلى كل أم وأب مثلوا بالنعمة الغالية جسد أبنائهم وبناتهم المتجر بالدماء، إلى كل الأطفال اليتامى وهم يدثرون بالذكريات من فقدوا من أجل الوطن، إليهم جميعا نكرر ونجدد التزامنا الكامل بأن نسدد هذا الدين وأن لا نحيد عن الطريق، فلا سبيل لنا سوى التغيير نحو الحرية والسلام والعدالة. هذه الدعوة للحضور الكريم لوقفة دقيقة حداد على أرواح الشهداء وتضامنا مع أسرهم. للشعب السوداني وهو يفد بكل بسالة ووعي وحضارة مخطوطة ثورية لمقاومته السلمية لتحقيق مطالبنا المشروعة. التحية لقوى الحرية والتغيير التي توحدت من أجل إنجاح الحراك الثوري لضمان مستقبل جديد في السودان. والتحية لجميع قطاعات المهنيين والعمال والحرفيين لتقدمهم الصفوف بدفع عجلة التغيير نحو النهضة والتنمية المستدامة في وطن ديمقراطي الحر. التحية للكوادر العاملة في الحقل الصحي الذي جابهت الانتهاكات المتعددة من قبل هذا النظام، فالتحية لهم لموقفهم المشرف وهم دوما ينددون بسوء الخدمات الصحية وبيئة العمل وضعف مخصصات الصحة في ميزانية الدولة الذي انعكس جليا بانهيار هذا القطاع المهني المهم. الحرية لمعتقدي الرأي والحق والضمير ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر مستر أحمد الشيخ نقيب الأطباء دكتور نجيب نجم الدين دكتور محمد ناجي الأصم. التحية لحضورنا الكريم وللمشاركة في هذا الملتقى الدولي بمدينة لندن في مؤتمر تبعثي يعكس التزامنا بالحراك الثوري الموحد في السودان، التزامنا بالتغيير السلمي المترقب بالقيادة الشعبية المهنية المدنية والحزبية، والتزامنا بإعداد للبناء والتأهيل لمرحلة الانتقالية المستقرة ضمن بنود إعلان الحرية والتغيير. لقد وجه تجمع المهنيين جميع الكيانات المهنية المنضوية تحت مظلته بعقد المؤتمرات المهنية لمختلف القطاعات لوضع خطط بديلة عند سقوط النظام، ولهذا بادرنا بتنظيم هذا الملتقى لنضع خطة بديلة للخدمات الصحية حتى نكون على هبة الاستعداد للمرحلة القادمة. إن العمل المقدم من هذا المؤتمر هو نتاج مجهودات متواصلة لعدد من السنوات السابقة تفانى فيها العديد من الكفاءات والمتخصصين والعلماء، إيمانا منهم بدورهم القيادي في إعادة بناء البنيات التحتية استنادا على الخبرات العالمية والبحث العلمي والمعايير الدولية المتفق عليها. وسيتواصل هذا الجهد في مختلف قطاعات الصحة في السودان وفي المهجر، آمنين أن نعقد مؤتمرنا الختامي في السودان قريبا إن شاء الله. لا يخفى عليكم جميعا حضورنا الكريم والمتابعين لهذا المؤتمر عبر وسائل التواصل المتعددة ما آلت إليه الخدمات الصحية في السودان الذي انعكس بدلالات بين في تقرير منظمة الصحة العالمية في العام 2018، وكان ذلك نتاج مباشر وجلي لعدم التزام النظام الحاكم بالخدمات الصحية وعجز وفشل إدارة السياسات القومية وإهمال الرغابة وغياب الحوكمة وانتشار الفساد وانعدام الشفافية واتباع مفهوم التمكين في اختيار العمل القيادي دون الالتزام بالكفاءة والقدرات المؤهلة، مما أدى إلى هجرة هي الأكبر من نوعها في الثلاث عقود المنصرمة. لكننا اليوم نقف على مشارف التغيير نحو وطن معافى، ونحن اليوم نعلن التزامنا الكامل بالعمل والبناء في سودان الغد.
التزام بأخلاقيات المهنة والتزام بمسؤولياتنا الوطنية، التزام من جميع الكفاءات والقدرات المؤهلة أن نعمل معاً على التعمير لاستعادة خدمات صحية تتميز بعدالة التوزيع متاحة للجميع وشاملة للخدمات الوقائية والعلاجية والدوائية التي تتناسب مع حوجة المجتمع السوداني جغرافياً اجتماعياً واقتصادياً، والتي تستلهم من تاريخنا السوداني أن الخدمات الصحية في السودان كانت دوماً تتميز بالجودة وتضمن سلامة الممارسة الصحية المقيمة وتعزز البحث العلمي وتنمي التأهيل والتدريب والتطوير الطبي المستمر. فنحن أمم تمتلك القدرات والكفاءات دون أدنى شك، وكل ما تعتمده أمتنا الآن هو نظام حكم إداري وطني. هذا العمل المقدم من خلال هذا المؤتمر هو ملك للشعب السوداني، وما نحن إلا منفذي لهذه الخدمات لتحقيق بنودها والتحقق من إنجازها ومراقبة وتقييم ما ينتج عن هذا التنفيذ. اليوم في ذكرى انتفاضة أبريل لا بد أن نستلهم من هذه الانتفاضة رمزية وحدة الصف والالتفاف حول الهدف الواحد. نحيي التجمع النقابي آنذاك الذي كان أحد صناع التغيير، واليوم نحيي تجمع المهنيين أحد قوى الحرية والتغيير. يوم غد 7 أبريل تواصل المؤتمر، وهو أيضا اليوم العالمي للصحة الداعم لمفهوم الصحة للجميع، والذي ينص على أن المفهوم هو حق للجميع ويؤكد على الإخلال بتنفيذه، وعدم التغطية الشاملة للصحة هو انتهاك لحقوق الإنسان. فعليه إن واقع الحال في السودان اليوم وسوء الخدمات الصحية تعتبر انتهاكا واضحا لحقوق المواطن السوداني. مجددا أحيي جمعكم الكريم، أحيي جميع المتحدثين والمشاركين حضورا أو بالإعداد للأوراق والمواد الأكاديمية والتي ستقدم في خلال هذا اليوم وغدا. نقابة الأطباء السودان الشرقية، اللجنة المركزية لأطباء السودان، الاستشاريين والاختصاصيين السودانيين، قطاع التمريض السوداني، مجموعة الصحة العامة السودانية، قطاع التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، نقابة أطباء السودان بإيرلندا، نقابة أطباء السودان بكندا، تجمع أطباء السودان بأمريكا، لجنة الصيادلة المركزية، تجمع الصيادلة المهنيين، رابطة شباب الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة، اللجنة الموحدة لأطباء الأسنان السودانيين New Sudan Health Task Force. وأذكركم أيضا بصدور العدد 49 من مجلة الحكمة، وهو مخصص عن ثورة ديسمبر تحت إشراف دكتور حسام المجمل نائب نقيب الأطباء بالمملكة المتحدة. أيضا أتقدم بالشكر للسكرتارية الأكاديمية بقيادة دكتورة سارة عمر بليل ودكتورة ندى كمال الحاج على المجهودات المبذلة لإعداد هذا المؤتمر، والزملاء دكتورة عائلة بركات، دكتور نبيل محمود، دكتور برزق حسن، أحمد حسن، زهير هجو، ودكتور ماضي إمام، ودكتور ياسر يحيى. كما أحب أن أشير إلى إنعقاد مؤتمر صحفي يوم غد لإعلان إجازة الخطة الإسعافية للصحة بعد اكتمال مداولات المؤتمر، وذلك في تمام الساعة 4 مساء. أختتم بأن أقول كما قال شاعرنا محجوب شريف: حنبنيه البنحلبيه يوماتي، وطن شعبي وطن عادي، وطن خير ديمقراطي، وطن بالفيه نساوة، نحلم نقرا للداوة، وطن حدادي بدادي وما بنبنيه فرادي. التحية للوطن الموحدة لصنع التغيير، حرية، سلام، عدالة، والثورة خيار الشعب.